الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. آخر قاعدة عندنا: لا سهو في صلاة الخوف. لا سهو في صلاة الخوف، أي لا ينبغي مراعاة مسائل سجود السهو في صلاة الخوف، لأن مبناها على الإيجاز والاختصار. فالسجدتان في صلاة الخوف إذا كانت سهوا سوف تطيل المسألة، فحينئذ يتجاوز عن كل سهو يحصل للإمام أو المأموم في صلاة الخوف. وبرهانها ما في سنن الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس في صلاة الخوف سهو. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن العلماء عملوا به، والله أعلم.